رح نحكي عن موضوع كتير مهم، القلق والتوتر اللي بيصيب الطلاب بشكل عام وطلاب الشهادات الثانوية والإعدادية بشكل خاص، خصوصا خلال فترة الامتحان. وهي الفترة يمكن تعد من أكثر الفترات اللي بيعاني منها الطالب من الضغوطات النفسية، لأنه فعليا هي بالنسبة له مرحلة مصيرية. لنحكي عن القلق الامتحاني، التوتر اللي بيرافق الطالب خلال فترة الامتحان، معنا داليدا جبارة، حاصلة على ماجستير في الإرشاد النفسي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. خلينا نبلش مع حضرتك، كتير يعني صارت الناس كلها بتعرف هذا المفهوم اللي ارتبط بهذا الفترة من السنة اللي هي فترة الامتحانات بالعموم، واللي هو القلق الامتحاني. خلينا نحكي أكثر عنه نفسيا، وخصوصا أنه هو يعني بالنهاية هو مجرد شعور ممكن يكون آني ويختفي بعد فترة الامتحان. طيب، فنعرف الناس أكثر شو يعني القلق الامتحاني. بداية صباح الخير لكم، وصباح الخير لأسرة الأخبارية السورية، صباح مكلل بالنجاح إن شاء الله لطلابنا يا رب. بجميع فئاتهم العمرية، بجميع المدارس اللي بلشت امتحاناتهم مبارح، طلاب المرحلة الانتقالية ولا طلاب الشهادات الثانوية والإعدادية. القلق الامتحاني للصراحة هو موضوع جدير بالاهتمام، كتير منيح إنه هلأ نضوي عليه قبل امتحان الشهادات. القلق الامتحاني شو هو؟ القلق هو نوع من أنواع القلق المرتبطة بمواقف الامتحانات بتصير أثناء الامتحان أو قبل الامتحان. هو حالة وجدانية مكدرة بتترافق لا كثير من المشاعر وبترافقها كثير من المشاعر وكثير من الاستجابات والسلوكيات اللي بتصير عن طريق أشياء غلط مو متعود عليها الطفل أو الطالب. بتأثر على العمليات العقلية اللي هي كتير مهمة ومتطلبات أساسية لنجاحه ولاجتيازه للاختبارات، مثل الفهم والتذكر والاستيعاب والفهم والتذكر والاستيعاب والتفكير. تمام. بيتصنف لنوعين، قلق سلبي معسر للدراسة وقلق إيجابي محفز ومشجع للدراسة. القلق السلبي اللي هو بيكون تأثيره قوي ودرجته عالية مرتفعة وتأثيره بيكون سلبي. ليش سلبي؟ لأنه مرتبط بمشاعر، هالمشاعر بتكون نوبات غضب، حزن وانفعالات سلبية، أو سلوكيات بتكون سلوكيات كمان سلبية معقدة للدراسة، بتخلي للطالب ما يقدر أنه يدرس بالطريقة اللي هو متعود عليها. فليش اسمه سلبي؟ لأنه بيعقد عملية الاستيعاب والدراسة وعمليات التفكير اللي حكينا عليها، عمليات العقلية اللي حكينا عليها من شوي. بهذا القلق واجب تقديم الدعم وتقديم الاستشارات النفسية. أما القلق الثاني اللي هو ضروري ومهم لسلاسة الامتحانات وللدراسة ومحفز للدراسة، واللي هو بيكون القلق الإيجابي، القلق اللي المعتدل لتأثيره إيجابي، وهو مهم وضروري لاجتياز الامتحانات. طيب خلينا نحكي أسباب القلق الامتحاني. يعني في أشخاص بيمروا بهيدا القلق، في ناس لا، يعني طلاب تلاقي الموضوع عندهم طبيعي، له علاقة بأسباب سابقة ولا لا؟ هي حالة يعني ممكن يتعرض لها الطالب فقط خلال الامتحان؟ كثير منيح ندوي على فكرة أنه في عنا فروق فردية بين الطلاب، ظروفنا الحياتية غير مختلفة عن بعض، لهيك ما فينا نقول في سبب واحد هو مسبب للقلق الامتحاني. رح نصنفها لثلاث تصنيفات. رح نبدأ بصفات الطالب. صفات الطالب، إذا كان الطالب عديم الثقة بالنفس أو عنده ضعف بثقته بذاته، ما نواعي لقدراته ولا كفاءاته، ما نواعي لنقاط القوة اللي هو بيمتلكها، إضافة ل صفاته الشخصية وظروفه العائلية اللي عم بيعيش فيها، إضافة ل قد يكون بعض الأطفال أو بعض الطلاب عندهم مشاكل بصعوبات التعلم، فهون هن بحاجة لاختصاصي صعوبات تعلم. إضافة للمقارنة، المقارنة السلبية اللي بيقارن ذاته بأشخاص وزملاء دراسة آخرين. إضافة لعدم استعداده الجيد للامتحانات، مثل صار معه بعض الظروف الصحية خلال أيام العام الدراسي أو ظروف نفسية مرق فيها. إضافة لتوقعات الطفل العالية
توقعات الطالب العالية اللي بيحطها لاجتياز الامتحان، أو أنا رح أجيب العلامة الفلانية بهو بيكون ما أنا محضر، فهم بيسبب له قلق امتحاني إضافة للتشوهات الفكرية. بيكون عنده أفكار سلبية خاصة بالامتحان، الامتحان هو البعبع، هو هو الشر لابد منه، تمام؟ إضافة للأفكار السلبية اللي بتجي عن ذاته، أنا ماني قادر إني أنا أجتاز الامتحان، أنا ما بقدر أخذ علامة كذا بهي المادة، رفيقي هو أشطر مني، حدا أخذ مني علامة أكثر، فأنا هون بأخذ أفكار سلبية. أحياناً الأهل بيلعبوا دور بهيدا القلق الامتحاني وخصاص توقعات الأهل تجاه طفلهم، يعني أحياناً في مقارنة بين الأقارب بين الرفقات والسقف التوقعات عندهم عالي، فبتلاقي الضغط عليه كتير كبير. صح، هي بناء على الطفل ذاته. هلا بدنا نجي مثل ما عم تتفضلي حضرتك عن عند الاهل، الاهل اكيد هو القلق هو اثر تراكمي لخبره سلبيه صايره مع الطالب، او لتربيه مثل ما هلا ذكرتي لتربيه او اسلوب تنشئه خاطئ بالبيت، تمام؟ فممكن الطالب اخذ علامه قليله بماده معينه بمره سابقه، او راسب بشهاده التاسع او بشهاده البكالوريا، فعنده خبره سلبيه سابقه. هي واحد، هي من أسلوب تنشئة بالبيت. اثنين، التوقعات العالية مثل ما عم تتفضلي، التوقعات العالية من الأهل سواء للفرع اللي هو بده يستمر فيه، أو سواء أدبي أو علمي أو للجامعة، بس بكرة ينجح إن شاء الله من الشهادة الثانوية. ثلاثة، زجه للطفل بالمشاجرات المنزلية وزجه بالمشاكل العائلية العامة لكل الأسرة أو الخاصة المرتبطة فيه، سواء كان عامة جايين حدا عم بيتخانق بالبيت، الطالب قاعد عم يسمع هاي القصص، والأخص من هذا الشيء لما تكون سبب المشكلة هو الطالب ذاته، على نقود، على مصروف مالي، على سعر نوطة معينة، الأب والأم عم يتخانقوا برات الغرفة وهو عم يسمع هذا الشيء، فهذا كتير بيسبب له للطالب لوم الذات. إضافة للتوقعات العالية والمشاكل، مقارنته بأشخاص آخرين، مقارنته بأخته الأكبر منه أو بابن عمه، مقارنة سلبية طبعاً، شوف وتفرج شو جاب هو بعلاماته، أنت لو كذا كذا، إضافة للعنف، العنف النفسي والعنف اللفظي، ونعته بصفات أو صفات حيوانات أو صفات أشخاص أغبياء هو بيعرفهم، تمام؟ إضافة للتهديد والوعيد، إذا ما بتنجحي عريسك ناطرك، إذا ما بتنجح على الشغل تاني يوم، هذا التهديد والوعيد أو حرمانه من أشياء هو كتير بيحبها وبيفضلها، هي كلها بتسبب للطفل أو للطالب القلق الامتحاني. طيب خلينا نحكي داليدا، اليوم كمان كتير من الناس يعني بلشت يكون في عندها شوية نسبة وعي حول هذا الموضوع، نحن عم نحاول دايما خلال لقاءاتنا الصباحية من خلال اختصاصيين وضيوفنا أنه نحكي عن هاي التفاصيل، ولكن اليوم الشخص نفسه، يعني اليوم نحن عم نحكي عن شاب إما مراهق بفترة المراهقة أو أكبر بشوي عنده امتحانات، صعب كتير يكون هو قادر يتحكم بمشاعره أو يضبطها، فاليوم بحاجة لأشخاص يساعدوا. شو النصيحة اللي بتعطيها اليوم للأهل حتى يقدروا يخففوا شوي من هذا الضغط النفسي على طلابهم وخصوصا على الامتحانات؟ معك حق، هي فترة كتير صعبة ومرحلة حساسة بيعاني منها الأولاد بهي والطلاب بهي المرحلة من العمر. هلأ هي أكثر من نصائح، هي إجراءات بتتعلق بالطالب، بتتعلق بأهله وبتتعلق بمدرسته. لنبدأ أول شيء بالطالب، أنه يتبع نظام نمط حياة صحي، من الابتعاد عن المنبهات، من الرياضة، من الاستيقاظ المبكر، من تنظيم ساعات النوم، كتير منيح ينظم ساعات نومه. إضافة لهذا الشيء، ما يعطي لحاله توقعات عالية، ويحدد أهداف بعيدة المدى، ويكافئ حاله على أي إنجاز هو بيقوم فيه، ولو درست جزء صغير من مادة أنا كافئ حالي وقدر تعبي، إضافة لتقدير الأهل لتعبه لهذا الولد. غير هيك، طالب شو ممكن يقدم لحاله؟ يحط أجندة خاصة فيه أو مفكرة خاصة فيه، لأنه نحن من آثاره ومن أعراضه للقلق الامتحاني هو النسيان، يكتب فيه أنا اليوم شو خلصت، يحط جدول زمني مرتب، ويكون ضمن العائلة، لنروح لضمن العائلة وضمن الأسرة، يكون في عنا قواعد
قيمت بساعات النوم، قيمت ساعات الاستيقاظ، يتركوا الولد هو يحدد رغباته، يعطوه هي الحرية باتخاذ القرار، أنا بدي الفرع العلمي، أنا بدي الفرع الأدبي، يعطوه المجال اللي هو بده يختص فيه. صحيح. لأنه لما أنت تفوتي عن رغبة أو تختصي بهذا المجال رح تتعبي على هذا الشيء ورح تشتغلي عليه، رح تنجحي ورح تأنجزي. إضافة للابتعاد عن المشاجرات والابتعاد عن المشاكل بالبيت، ولا يعطوا للطالب سقف توقعات كتير عالي. أنا ابني بده يجيب طب، طب مين قال لك انه ابنه عم يسمع؟ قدراته العقليه وعلاماته ما بتدل انه بده يجيب. صحيح، المهارات يعني في فروق فرديه كثير كبيره. ممكن بده يجيب شيء ثاني هو بيحبه. تمام. اضافه للمدرسه، نفعل دور المدرسه كثير منيح، نفعل دور الارشاد النفسي والارشاد الاجتماعي بالمدرسه، ناهل الطالب ونهيئه لحتى هو يعرف شو يعني اختبار. كثير من طلابنا بتدخل على الامتحان وهي خايفه، ما بتعرف شو يعني اختبار، بيقولوا لها سلم تصحيح واختبار ومراقبين، وانا عم شوف هيك حالات سواء بالعيادات النفسيه او بالمدارس. شو هذا الاختبار؟ شو هذا الامتحان؟ هذا التهويل بين الطلاب. لازم كمدرسة نحاول نعرف إنه كيف بدنا نتعلم، كيف بدنا نشتغل على هاي النقطة. كإرشاد نفسي نفعل دور جلسات التوعية حول القلق، يعني كمرشد نفسي يعمل جلسات توعية للقلق الامتحاني بشكل عام لكل المدرسة مشان يقدر يسحب حالات خاصة. أنا عندي حالة قلق امتحاني، كيف بدها تبين معي وأنا خايف ومنزوي ومن أعراضه الانطوائية والانسحاب وما بيقدر يحكي؟ بكتشفه وأنا عم بعطي جلسة التوعية، جلسة التوعية الجماعية لكل الصف، وبخبر أني أنا جاهزة لأسمعكم، أنا جاهزة لكون معكم بالوقت اللي أنتم بتحبوه بتفضلوه. فهذا الشيء بخلينا نعمل جلسات إرشاد جماعي لأشخاص عن جد عندهم قلق امتحاني، وارشاد فردي للاشخاص اللي هن ما بفضلوا الارشاد الجماعي. اضافه لهذا الشيء انا بطلب من كل طلابنا يقوموا بهي الاجراءات، الاسترخاء، ضبط التنفس. اضافه لهذا الشيء بواب الاختصاصيين النفسيين مفتوحه، واهلا وسهلا فيهم بكل صدر رحب. اكيد، لكن ايمت فينا نقول انه هيدا الطالب عنده رهاب فعليا بيحتاج؟ لما نقول ابواب اطباء علم النفس مفتوحه، نحن عم نحكي عن حاله يمكن متطوره. كلياتنا يمكن عندنا رهبه الامتحان او بنخاف، بتلاقي مع اول يوم للامتحان هيدا الخوف بخف تدريجيا، بس ايمت انا كاهل او كام بقول لا هيدا الطالب عنده رهاب لازم فعليا استشير اخصائي؟ هلا كيف ببين على الشخص انه عنده قلق امتحاني، على الطالب انه عنده هو قلق امتحاني؟ لما يزورنا كاختصاصيين نحن عندنا استبيانات واختبارات خاصه لنعرف انه عنده قلق ولا لا. بس سؤالك انه كيف الاهل بدهم يكتشفوا انه هو عن جد عنده قلق امتحاني ولا قلق عابر يلا بيمشي؟ في عندنا كثير من الاعراض رح نصنفها ل نفسية وانفعالية ومعرفية وجسدية. لنبدأ بالأعراض الجسدية اللي هي مثل ما متعارف عليه، الصداع، التعب العام، الوهن العام، الغثيان، آلام المعدة، الإسهال، الإقياء، التشنجات اللي بتصير، إيد الولد بتصير ترجف، الرجفان، جفاف الحلق، جفاف الشفتين، الصداع المزمن، الآلام المتفرقة بالجسد وما لها أي سبب عضوي. تمام؟ هي الجسدية. لنروح على الأسباب والأعراض اللي بتبين انفعالية، اللي هي توتر، نوبات الغضب. إذا بتسألي للطالب أنت كيف امتحان، كيف قدمت، أو أنت كيف تحضيرك، مالك علاقة فيني ما دخلك، فسهل الاستثارة، سهولة الاستثارة عنده، نوبات الغضب وعنده العصيان والتمرد، وما بيسمع أو ما بيقوم بالمهمة المطلوبة منه، وبيضله بيدقق على المعلومة لتكون صح لتكون خطأ، ليكون عندي بيضله شاكك بالمعلومة. إضافة إلى الأعراض اللي بتطلع أعراض التعليمية أو مثلا المعرفية، التشتيت، نقص الانتباه، النسيان، الصعوبة بالمراجعة والاستذكار، صعوبة بالدخول بالنوم. إضافة إلى نسيان المعلومات. شو كمان؟ يعني في كثير شغلات حكينا هون اليوم. صحيح. الحقيقة يعني دليدا حاولتي هيك تقدمي لنا شوية نصائح مهمة للأهل وحتى للطلاب، نتمنى الكل يكون استفاد منها، وبدنا نشكرك لوجودك. حاضرين إن شاء الله.